رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من وراء حجاب، هذا البرنامج الذي يفتش في البيوت عن أسباب صلاحها واستقرارها، وكذلك عن أسباب انهيارها وفسادها. نعوذ بالله تعالى من انهيار بيوت المسلمين أو فساد بيوت المسلمين. واليوم حلقة خاصة جدا، نحن لا نتحدث في حلقتنا هذه عن هذا الموضوع لأنه مثلا منتشر بين بيوت المسلمين، عياذا بالله، لا والله، فإن بيوت المسلمين من أطهر البيوت، لكنه يقع أحيانا بين المسلمين وبين من غفل من المسلمين هذا الأمر الخطير. سنتكلم عن الخيانة. إذا تكلمنا عن الخيانة ربما يذهب الذهن فقط ويقف عند حد الخيانة الزوجية، وهو موضوع الحلقة، لكني أقول إن الخيانة لها موضوع واسع، هو موضوع شامل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا نهي من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان خاطبة في مشارق الأرض ومغاربها، بل على مر العصور والأزمان، بل مع كل نبي أو رسول لا بد ألا يخون الله وألا يخون رسوله وألا يخون الأمانات التي علقت برقابهم. المكر والخديعة والخيانة في النار. الخيانة أخبث الأعمال وأردى الأمراض التي تصيب الإنسان، لا تجد كافرا ولا مشركا إلا خائنا، وقلما تجد مؤمنا خائنا. وأنا أعيذ نفسي وإياكم من الخيانة. لكن الخيانة إن وقعت لها أسباب ولها آثار ونتائج، وهناك علاجات لتلافي الخيانة، ولم يدع الإسلام بابا يوصل إليها ولا ذريعة تصل بالمرء إليها إلا وسدها. فسد الذرائع شيمة الإسلام. الإسلام يسد كل الطرق، كل الطرق المؤدية إلى أي معصية وإن صغرت، لأن الله تعالى كريم حليم ستار عفو غفور سبحانه وتعالى، يحب لعباده الشكر والإيمان والسلامة والنجاة. تنبهوا معنا، معنا الدكتور محمود، يعني هو ضيفنا في هذه الحلقة، نحن نتناوب الضيافة والحوار، بارك الله فيه، وسنترك له المجال ليحدثنا عن الخيانة الزوجية. تفضل دكتور محمود. مرحبا شيخ محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وآل بيته، أما بعد، طبعا حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الخيانة. نخصص الأمر في الخيانة الزوجية، وليس المقصود بالخيانة الزوجية هذه الكبيرة التي ستذهب إلى أذهان السامعين والمشاهدين، ولكن سنبدأ بتعريف الخيانة الزوجية بأنها كل علاقة غير مشروعة تنشأ بين زوج وامرأة غير زوجته، أو العكس، بين رجل وامرأة، بين رجل وامرأة، أو بين امرأة ورجل غير زوجها أو غير زوجته. فهذه الخيانة لا يشترط
أن تكون الوقوع في الزنا ك هو التعريف الذي يذهب إليه أذهان الناس أبدا. الخيانة ممكن أن تكون بالنظر، ممكن تكون بالسمع، ممكن تكون خيانة في مواعدات ولقاءات وخلوة غير شرعية. الخيانة يعني تكون بالهاتف وبالإنترنت، بوسائل التواصل الحديثة التي نراها الآن تستخدم في غير موضعها وفي غير ما خصصت له. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر في الحديث، كل ابن آدم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. فالعين تزني وزناها النظر، نظرة محرمة يا شيخ محمد، تكون هي السبب وهي التقدمة لهذه الكبيرة. عشان كده القرآن لما حذر والشريعة الإسلامية لم تحرم الزنا فقط، ولكن حرمت كل السبل والطرق المؤدية إلى هذه الكبيرة. فقال ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا أي ابتعدوا عن المقدمات، ابتعدوا عن الخطوات التي تسبق إلى الزنا. يعني هو لم ينهى عن الزنا، بل نهى عن مقاربة الزنا. المقاربة، لكن هنا هذا التعريف يا شيخ محمود، يعني حينما تقول زوج أقام علاقة مع غير زوجته أو زوجة أقامت علاقة مع غير زوجها، هل يفهم من ذلك أن غير المتزوج وغير المتزوجة مسموح لهم بهذه العلاقات؟ لا، الأمر لا ينحصر بين المتزوجين فقط. يعني إذا إحنا لما هنحدد الكلام على الزوج والزوجة لخطورة الأمر طبعا، إحنا وأنه يؤدي إلى هدم البيت وفساد الأسرة وضياع الهيبة والكرامة والوقوع فيما يشين في الدنيا والآخرة، عشان كده إحنا بنتكلم عنه. لكن كل شاب وكل بنت أقامت علاقة أو أقام علاقة، سواء زي ما حضرتك قلت بالهاتف أو بالنت أو مش عارف بالفيسبوك أو غير ذلك، فهي علاقة محرمة. صحيح. والله تبارك وتعالى يعني حذر الشباب قبل أن يحذر المتزوجين. صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حصن وتكلم عن تحصين الشباب قبل أن يتكلم عن تحصين الأزواج. صحيح. لأنه إذا فسد وهو شاب وإذا فسدت وهي شابة، أكيد حينما يتزوجوا ربما تعاودهم أو يعاودهم الحنين للماضي، فيفتحون على أنفسهم أبواب شر عظيم. إذن الخيانة هنا تقع يعني بعد الزواج كما أنها تقع قبل الزواج. الزواج كل مسلم يحرم عليه الاتصال بالجنس الآخر في غير ما أمر شرعي بضوابطه الشرعية. نعم. ولذا تكملة الحديث الشريف العين تزني وزناها النظر، يعني الشباب ينظرون والمتزوجون بعضهم أيضا ينظر. لذا قال ربنا تبارك وتعالى آمرا المؤمنين وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم. طب أنا أسأل سؤال، هل لو جه شاب وقال لي أنا بصراحة يعني مش عارف أمسك نفسي من النظر، أنا عايز أتجوز عشان أبطل نظر، هل هذا حل؟ لا، هو طبعا يعني طب افرض ما معهوش مؤنة الزواج، المؤنة بتاعت الزواج. لأن هرد عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقى. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، العلاج فإنه نعم. إيه؟ ما قالش فإنه يغض البصر، قال فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. فأنا هقول للشاب ده نمرة واحد، لابد أن تغض بصرك طاعة لله بداية. فإذا غضضت بصرك وأذهبت الأفكار التي تتمنى لقاء المحرمات، يسر الله لك الزواج، فكان الزواج معونة على إتمام والمضي قدما في غض البصر. لكن أنت ما بتغضش البصر وعايز تتجوز عشان تغض البصر، فأنا أقول لك الزواج لن يمنعك من غض البصر، لابد أولا أن تتقي الله تعالى فتغض بصرك، ثم يأتي الزواج بعد ذلك فيكون معينا لك على الاستمساك بهذا الأمر والاستمرار في غض البصر. عشان كده شيخ محمد احنا يعني الشباب والشابات يتوبوا الأول قبل الجواز. صحيح. احنا عشان كده يمكن ذكرنا في حلقة من الحلقات وقلنا ان كثير من الشباب او الفتيات اللي هم بيكونوا في مرحلة الخطوبة او ما قبل الزواج بيقعوا في أخطاء شرعية في خلواتهم أو عن طريق التليفون أو عن طريق الرسائل أو أي طريق من طرق التواصل الاجتماعي بينهم وبين بعض، وممكن يخلص الكلام اللي بيحمل الحب والغرام والهيام في غير ما أحل الله، يجي بعد كده تنشأ العلاقة الحلال اللي هي قائمة بالزواج
والعلاقة الشرعية تنتظر من زوجها ان هو يتكلم ويقول ويبوح، بقى الرصيد خلاص خلص، وهو ينتظر منها ان هي تقول خلاص نفد رصيدكم. يبقى ايه النتيجة؟ خلاص بقى نسميناه احنا في حلقات سابقة، يحصل طلاق عاطفي، طلاق روحي، اللي هو بينشغل بالعمل بالمسؤولية بتاعة البيت، وهي مع انجاب اول طفل تبدأ تنشغل بقى بالبيت. وهنا بقى يستغل الشيطان الطريق دوت طبعا، او الحالة دهيت، فيبدأ يخلي المرأة تنظر الى غير زوجها، او الرجل ينظر الى غير زوجته. بيحدث يا شيخ محمد بعد كده ما يسمى بالفراغ. اذا الخيانة بقى هي عبارة عن ضياع. ايوة نعم، ضياع فعلا. التودع، او انت بتقول الطلاق العاطفي، الالم، حضرتك التعاسة. المرة اللي فاتت سميت الخرس الزوجي مرض. نعم. وانا اسمي الخيانة الزوجية مرض. بل هو مرض شديد. مرض، لان في بعض الناس، مش هقول كل الناس عشان خاطر كلامنا يكون محصور على شريحة، زي ما تفضلت في بداية الحلقة قلت هذا الامر يقع في بعض بيوتات المسلمين وليس كلها. هذا الامر يقع من بعض الرجال ومن بعض النساء وبأسباب، وبيوتات المسلمين أيوة. غير ملتزمين بالاسلام، غير ملتزمين، ما هو لقلة الوازع الديني. بس مش هنخلي الاسباب اللي احنا هنذكرها النهاردة في الحلقة شماعة يعلقوا عليها هذه الاخطاء ويقول والله انا كان لي العذر. ايه العذر بتاعك؟ زوجتي كانت حامل، زوجتي انشغلت عني بالبيت، اصل انا عندي زميلاتي في العمل كذا وكذا، اصل انا سافرت برا، اصل هو سافر وسابني لوحدي، اصل كان عن طريق التليفون حصل كذا، اصل زوجي مش عارف ايه، زوجي مريض، زوجي كبير في السن. واصبحت الاسباب شماعه يتعلق عليها هذا الامر واصبح مبرر. لا، الاسباب اللي احنا هنذكرها النهارده يا شيخ محمد، وان كان هنقف ان شاء الله معاها كده بالتفصيل، مش مبرر لهذا الجرم اللي بيصل الى الكبيره اللي هي الزنا، التي فيها تحريم شديد وفيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ان نقرب من هذا الامر، بل ان بعض الناس استسهلوا هذه الكبيره. فكرتني، واصبحوا معتادين عليها كانها امر عادي ونزوه بالنسبه للرجال. فكرتني بواقعه جميله جدا وقعت من احدى الصحابيات، هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان. أيوة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع النساء، في بيعة النساء، فمن ضمن البيعة ايه؟ ولا يزنين. فانتفضت هند بنت عتبة وقالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ سبحان الله، يعني هذا أمر منتهي تماما، لا يطرأ إلى ذهن امرأة حرة طاهرة مؤمنة صالحة مسلمة، لا يطرأ إلى ذهنها أصلا الخيانة، لا يطرأ. اخدتها محمل انها مسبه لكونها امراه طاهره عفيفه. انت هتبايعنا على الا نزني؟ هو الطبيعي ان احنا ما نزنيش. صحيح. الطبيعي المراه الحره لا تزني. صحيح. انما تزني الامه. صحيح. انما يزني العبد، انما يزني من لا يرى له قيمه ولا وزن ولا كرام. هي عايز تقول كده. صحيح. ان العبد والامه يشعرون، كان في زمانهم يشعرون انهم لا كرامه ولا انسانيه لهم، فهم مثل متاع البيت، مثل يعني أي شيء يملكه الرجل. فكانت إذا زنت لا يضرها شيء، ولا تبحث عن كرامتها التي أهدرت، أو أنها ستعير، أو سيقول لها أحد شيئا. إذا كانت كرامتها مهدرة، عشان كده كانت بتزني. فالتي تزني هي مش بتهدر كرامتها، إنما هي مهدرة الكرامة. صحيح. التي تستبيح أن تتعرى لغير زوجها مهدرة الكرامة. نعم. ولذلك برضو السيدة عائشة يعني لما سمعت خبر أن النساء في العراق في زمانهم يعني يدخلون الحمامات العامة والنساء يخلعن ملابسهن ليغتسلن، فالسيدة عائشة زارها بعض النساء، بعض النسوة، فقالت أنتن من أين؟ قلنا من العراق. قالت من البلاد التي فيها الحمامات العامة. ثم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله عليها. صحيح. يا خبر ابيض، يعني ايه هتكت ستر الله؟ المرأة لازم تعي ان هذه الكلمة من الخطورة بمكان. هتكت ستر الله يعني ليس بينها وبين عذاب الله حائل، ليس بينها وبين الفضيحة حائل، ليس بينها وبين ضياع الكرامة ها حائل. ده في التي خلعت عنها ثوبها. امال اللي بتستعطر وتخرج على جموع الرجال وتركب المواصلات وتختلط بالرجال، تتعطر وتخرج، النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه
استعطرت أو تعطرت فمرت على قوم فشموا ريحها أو ليشموا ريحها أو ليشموا ريحها فهي كذا وكذا, وكذا. يعني زانية. يعني زانية لمجرد أن الرجال شموا ريحها. طيب أمال نقول إيه للمتبرجة؟ إنما هي بس قصدت. بس أنا عايز أقف عند نقطة مهمة شيخ محمد عشان خاطر نكون فيه برضو إنصاف في الكلام, لأن في بعض التساؤلات عند بعض الناس ويجي يقول طيب هل هو المقصود بالخيانة في معناه أن المرأة فقط هي التي تصنع هذه الأمور؟ أبدا, الرجل أيضا يقع في الوحل ويقع في هذا الجرم. بسبب إيه؟ بسبب أنه يترك الحلال الطيب اللي في البيت, بسبب أنه هو يعني تعود على هذا الأمر لعدم وجود وازع ديني عنده, لعدم التأسيس الشرعي الداخلي. هو الابتداء بس يا شيخ محمود, الابتداء بالمرأة أو الحديث عن المرأة في هذه الجريمة بالذات هو حديث الطهر والعف. يعني لا, في نقطة مهمة جدا, القرآن الكريم حينما تكلم عن هذه الجريمة وإقامة الحد على من أتاها ذكر المرأة أولا. أيوة نعم, بدأ لأن بالزني. يعني المرأة يعني تقع يعني أو الأشهر أن المرأة لا يمكن أن تفرط إلا إذا كانت راغبة. صحيح. ولذلك في قصة برضو, أحد الأعراب أمسك بتلابيب شاب وذهب به إلى حاكم البلاد في وقتها أو أمير المؤمنين في وقتها. وقال يا أمير المؤمنين أريد أن أقتل هذا الشاب لأنه زنى بابنتي. فأمير المؤمنين قال له اقترب, قال للرجل اقترب, قال أعطيني سيفك, أعطيني غمدك. ماشي. ثم قال أمسك الأمير بالغمد وجعل السيف في يد الأعرابي, قال له ضع سيفك في الغمد. فكلما اراد الاعرابي انه يحط السيف في الغمد كده يقوم الامير المؤمنين يعمل كده يعمل كده يعمل كده. قال مالك يا امير المؤمنين, انت مش عايز نحط ليه السيف في الغمد؟ قال اوعيت؟ فهمت؟ لازم يعني لابد لا يحدث ابدا هذا الامر الا برغبه من المرأة. ماشي. الا اذا بقى في حاله اغتصاب, وهذا الامر له يعني له أدلته وبياناته وعليه القاضي بيحكم فيه. نعم. لكن الأصل أن المرأة دائما لا يمكن أن تفرط في هذا الأمر إلا برغبة. إلا برغبة. عشان كده دائما تذكر المرأة أولا. نعم. ودائما يذكر في الجزاء المرأة أولا. صحيح. وهذا ليس تجني على المرأة. نعم. بل هذا لأنه أشنع من المرأة. ليه؟ لأن المرأة حينما تقع في هذه الجريمة بتجر الويل والعار عليها وعلى زوجها إن كانت ذات زوج, وعلى أولادها إن كان لها أولاد, وعلى أهلها وعلى جيرانها وعلى قبيلتها وعلى يمكن نسلها إلى سبع جد زي ما بيقولوا أو إلى سبع ولد. أصبحت وصمة عار على الأسرة كلها. عشان كده ربنا يعني غار على حرماته وغار على نساء المؤمنين, فذكر الزجر أولا وذكر الزانية أولا, قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. نعم. لو احنا هنتكلم يا شيخ محمد عن الأسباب, لأن الأسباب كثيرة جدا ولابد ان احنا نقف عند الأسباب عشان خاطر نبدأ ان احنا نحذر الناس أو الرجال والنساء, نقول في بعض الأسباب التي ذكرت من خاضوا هذه الجريمة, وأنا يعني عايز اقول من الخاينين اللي عملوا كده. نعم. اللي هم وقعوا في هذا الامر وعملوا الاسباب دي شماعة او مبرر للسقطات بتاعتهم. انا بس عايز اقول للمشاهدين يا ريت نتواصل ويبقى في اتصالات علشان يعني نحاول يكون الحوار حوار مع الواقع وليس حوار مجرد من خلال الكتاب او الورقة والقلم. نعم. التواصل مهم جدا مع السادة المشاهدين. فضل. نعم. لو جينا نبصينا للأسباب, احنا هنقول واحد تقدم لفتاة عشان يتزوجها, خلاص يعني هو مقتنع ان هي اجمل النساء وان هي من احسن الناس حسبا ونسبا وإلا ما كان تقدم لها. طيب بعد كده بيحصل ليه الخيانة بتحصل من الرجل او من المرأة؟ نلاقي ان بعض الامور اللي بتكون سبب في الخيانة الفراغ اللي بيحصل ما بين الطرفين, فنلاقي ان الراجل اصبح عنده فراغ وكذلك المرأة. اذا كان هو بيخرج للعمل او بيسافر خارج البيت اصبح عند المرأة فراغ, اصبح ان هي عايزة من يؤنس وحدتها, من يتكلم معها,
والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما احنا قلنا غياب الوازع الديني عن البيت بداية عشان خاطر هو الأساس. نعم. هو الأساس. مفيش وازع ديني في البيت. عندهاش دين يعني. مفيش عند الراجل العلم الشرعي اللي يقول لزوجته أنا في غيابي لابد ان انت تحفظي نفسك وفرجك ومال زوجك وبيت زوجك عشان تكوني من النساء اللي هتدخل من اوسع او اي ابواب الجنة شاءت. مفيش المعلومات دي. اعذرني يا دكتور محمود، معلش. اتفضل. انا عايز اتقدم على هذا السبب بسبب رئيسي واساسي. نعم. وهو سبب وسائل الاعلام ووسائل الاتصال. ما احنا هنقول الفراغ بيعمل ايه بعد كده. لا يعني انا عايز اقول ان هذه الوسائل هي التي ذكرها الله في كتابه. نعم. لان هؤلاء يتعمدون يا سيدي ها إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. صحيح. والله تعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صحيح. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح. يعني معنى كده أن الله يعلم أن هناك خبيئة للذين يعرضون هذه الفواحش على شاشات التلفاز أو في النت أو في التليفونات أو غير ذلك، ويحبزونها للناس ويبسطونها للناس، يعلم خبيئتهم وما في قلوبهم من محبتهم إشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا. هناك كثير من النساء الغافلات. صحيح. يقع من بعضهن الخيانة الزوجية. صحيح. فإذا سألت قالت لقد رأيت الفيلم الفلاني وشاهدت التمثيلية الفلانية وغررت بي وبيّنوا لي أن هذا الفراغ سقطة من الزوج وهو الغلطان وأنا من حقي أستدفئ ومن حقي كذا ومن حقي كذا. فوسائل الإعلام. صحيح. والتي يملكها اليهود وأتباع اليهود وأذناب اليهود الذين يسهلون ويجعلون هذا الأمر عادي، حرية شخصية، ويجعلون هذا الأمر سهل جدا أن يقع، وإن هو ده نوع من أنواع الإشباع البيولوجي زي الأكل والشرب واحد جعان. دولت بنسميهم الشيخ محمد قطاع الطرق. قطاع الطرق في طريق السير إلى الله. هتلاقي إن هم بيروجوا لهذا الأمر بشيء من البطولة وكأن من مطلق الحرية بالنسبة للمرأة إن هي تقع في هذه الأمور، بل بالعكس بتلاقي بعض المسلسلات والأفلام يجيب اللي بيعمل الموضوع ده هو بطل الفيلم أو بطلة الفيلم دايما، ودايما هو الضحية أو هي الضحية عشان خاطر المشاهدين يبكوا. لا، ويحبك لذلك، ويحبك الفيلم والتمثيلية بحيث إيه؟ عشان إن أنت تتعاطف العطفة. إن تتعاطف مع الزانية. صحيح. والزاني المجرم ده تتعاطف معاه وتبقى أنت متألم أو إن هو يعني اتكلموا في حقه أو شتموه أو ضربوه أو دخلوه السجن كأنه ضحية أو فريسة. كأنه ضحية. بس خد بالك يا شيخ محمد، أيضا لو إحنا هنقول إن بلاش وسائل الإعلام إن هي برضو تكون الشماعة الكبرى اللي هنعلق عليها. لا، مش شماعة. لا، بس انا هقول ان في جريمة تانية ومصيبة تانية. لما المرأة بتسمع لقريناتها من النساء وتدخل مثلا على مواقع التواصل او تدخل لمجتمع فيه فضفضة نسائية وتلاقي ان دي بتحكي عن تجربة شخصية او عن موقف حصل مع فلانة او هي بتتكلم في التليفون مع فلانة، شفتي مش عارف دي عملت ايه، شفتي حصل منها ايه وكذا، تبدأ ان هي تسمع تقول يعني أنا ممكن يحصل معايا الكلام ده، وبالتالي يحصل عندها مبدأ الشك، ويحصل عندها مبدأ يا إما يتولد عندها النوع ده من الجريمة المدبرة إن هي تبدأ تفكر فيها. وفيها إيه لو كلمت حد في التليفون؟ فيها إيه لو استشرت حد وسمعت منه حل لمشكلتي؟ فيها إيه يعني لو دخلت الشات ده وجربته عمله زي إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيوضح فيه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران وعلى كل وفيها أبواب مفتحة على كل باب سطور مرخاة، كل باب منها فيها سطور مرخاة، اللي يرفع بس الستارة ويدخل من الباب فإنكم إن ولجتموه دخلتموه ولجتموه، هو نفس الحكاية. طب ما جرب، طب ما ابدا برساله، طب ما ابدا ادخل الموقع ده واشوفه، طب ما اشوف الفيلم ده، ما هي بتقول لها شفت الفيلم بتاع كذا، شفت البطل عمل ايه، شفت الممثله عملت ايه، والفراغ بيجي من هنا. وزي ما قلت النفس ان لم تشغلها بالحق
شغلتك بالباطل. يعني بيوت المسلمين لما غاب عنها العلم الشرعي وغاب عنها الوعي الديني وغاب عنها القرآن الكريم والقنوات الدينية اللي هي مهمشة وبيتعمدوا عدم نشرها عشان تعم الجهالة في المجتمع ويطمس العلم لأن هم عايزين يميعوا الشباب، يبقى عندهم ميوعة والبنات يبقى عندهم ميوعة في الأفكار. يا دكتور محمود، في هذه الأيام أكثر من 50 قناة انطلقت من أجل إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا، واتعمل كم من الأفلام ينقل وساخات وقذارات هذه الفئة على الناس على أنها أمر عادي ومعتاد. يا شيخ كل الأفلام بتعرض هذا الكلام يا دكتور محمود على انه يعني امر عادي بيحصل في كل الشوارع وفي كل البيوت وفي كل الاسر وفي كل الاماكن، هذا امر في غايه الخطوره. طيب حتى الشاب نعم. الذي مثلا يعاكس يقول لك اضرب ايه رقم كده على الماشي، صحيح. شوف هيجي واحده بيحصل. تكلمني بيحصل. او واحده تضرب رقم كده وتعاكس، هو ده ينطبق عليه الايه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ممكن ضرب رقم على واحدة غافلة يعني ما تعرفش أن, 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 أن هذه معاكسة أو أن هذا الرجل يبغي شرا، خد بالك، فإذا به يوقعها في كل شر، عياذا بالله. فهذا ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أيوة نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. أنا عايز أقول للشيخ محمد في باب الـ 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 الأسرة المسلمة، لما يبقى القاعد الزوج والزوجة أو الأب والأم قدام الأبناء وبيشاهدوا القنوات اللي بتدعو لهذه الأمور اللي حضرتك ذكرتها، يا أخي بدل ما أنت قاعد قدام فيلم ولا قدام ماتش مصارعة فيه فحول وتيران بيلعبوا قصاد بعض والزوجة قاعدة والبنت قاعدة، خلي كده المشهد يتغير، هات واحد ساقط من الشارع مع واحدة تانية ساقطة وخليهم كده يقفوا قدام أولادك وبناتك وزوجتك ويقوم يقبلها ولا يعمل معاها زي ما بنشوف في الأفلام والمسلسلات. هيقول ازاي اعمل كده، ما اقدرش اعمل كده في بيتي. طب ما هو الشاشة كده، طب ما اللي انت بتتفرج عليه هو ده اللي بيحصل. عشان كده بتبقى قاعدة الزوجة بتنظر وتتمنى. طيب لما يعني تلاقي حاجة زي كده خلاص بيشغل بالها وتفكيرها وبتترسم الصورة، زي الراجل اللي بيبقى ماشي في الشارع يا شيخ محمد او نعم. الشاب اللي قاعد على نواصي الطرقات وبيوقف قدام المدارس والجامعات بيتلصص النظر للي رايحة واللي جاية ويبدأ ان هو يفكر، والله ممكن يكون متجوز وعنده في الحلال ان هو يلاقي في زوجته زي اللي فيها بالظبط، ومع ذلك هو اصلا اتعود على المستنقعات على الوحل، اتعود. عشان كده انا سميته مرض. نعم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من الحرام لما قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. نعم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. نعم. من مستخلصات هذا الحديث انه من اعتاد الحرام لم يذق لذة الحلال. صحيح. ومن تذوق الحرام حرم تذوق الحلال. كثير ممن يعني يسيرون في هذه الطرق المنحرفة لا تجد عندهم أبدا لذة ولا ميل للحلال. يعني عنده الحلال ويبتعد عنه هذا بالحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاف في رحلة الإسراء والمعراج رأى قوم يجلسون على جيفة حمار نتنة ويأكلون منها، جيفة حمار ونتن. نعم. وبجوارهم لحم طيب شهي مشوي. نعم. سايبين اللحم المشوي وبياكلوا من الايه؟ الميتة. الميتة، ويا ريت ده ميتة حمار ونتنة. فلما سأل جبريل من هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتركون ما احل الله لهم من زوجاتهم وازواجهم ويذهبون لما حرم الله عليهم. نعم. فهؤلاء يلغون في النتن. وهؤلاء أشد أهل النار عذابا إذ لم يتوبوا. صحيح. إلى الله تبارك وتعالى. في بعض الرجال يا شيخ محمد بيقول والله أنا الشهوة عندي طاغية وأنا يعني زوجتي ما بتشبعنيش أو بها مرض أو بتتعفف عن هذا الأمر أو يمكن بسبب البرد مش عايزة تغتسل كتير، لما تيجي ويقول لك مثلا أنا ما معيش فلوس أتجوز، ساعتها ده مبرر له؟ لا ليس إن هو برضه يقوم بهذا. لا ليس مبرر خالص. ما انا زي ما قلت في الاول بيبرروا لنفسهم. لا زي ما قلت في الاول لابد ان يتوب اولا، لابد ان يرضى بما قسم الله له ويتوب الى الله من التطلع للحرام. عند ذلك
سيبارك الله له في الحلال وهيعدل له زوجته زي ما ربنا قال واصلحنا له زوجه. هيصلح حاله صحيح. لما يتوب الى الله هيصلح حاله، وساعتها ستكفيه وزياده. ان لم يكن فاذا تاب الى الله وهي لم تصلح وبقيت على حالها وهو لا يريد ان يرتكب الحرام وتاب الى الله توبه نصوح يتزوج صحيح. وسيجد من ييسر له الزواج. نعم. هذه ليست دعوه للتعدد، لكن هذه دعوه لمنع الزنا صحيح. ومنع الحرام. نعم. يعني هذا السبب طبعا هو يعني سبب فعلا بتقوله بعض النساء وبيقوله بعض الرجال. نعم. الـ الـ الاختلاط برضو يا دكتور محمود، الاختلاط والزمالة بقى، والزمالة في الشغل شوية، عشان خاطر برضو بعض الناس بيقولوا ان انا طبيعة عملي في اختلاط وفي محاكاة وفي زمالة، ونقدر بنتكلم وبنحكي مشاكلنا لبعض وبعض اسرار البيوت، وبيبقى في شيء من التعاطف ما بين الجنسين. لا، هل ده مبرر؟ مش مبرر. احنا اولا نرفض الاختلاط جملة، عشان الاختلاط ما بيتولدش منه غير النار، لان معظم النار من مستصغر الشرر. الاختلاط في البيوت اولا ما بين العائلات، ده انا بسلم عليها زي اختي، ما فيش في قلبي حاجة، والله هو يروح يسأل عن زميله. ده لسه واحد هنا من الـ مع زميلنا في الكنترول بيقول لي دلوقتي، يعني مثلا بنت خالتي وبنت عمتي وقريبتي وجارتي بضيفهم على الفيس عندي، وبناخد وندي ونتشاور يعني وكلام عام، يعني مفيش يعني اي، هل هذا حرام ايضا؟ نعم، هذا سيجر الى ما هو اسوأ. النهارده بنتكلم في امور عاديه، بنتكلم في امور عامه، سيجر بعد ذلك الى ما هو اسوأ. انا أسوأ. واحد من الناس يا شيخ محمد، انا كنت اقع في خطأ وكنت بصنعه، فعلا تعلمت ان هو خطأ. لما كان يجي لي اتصال بفتوى مثلا، انا من النوع اللي لما بيجي لي تليفون بتمشى، بقعد اتمشى كده، ممكن اروح الغرفه دي او اقف في البلكونه، فلقيت ان ممكن زوجتي تتضايق من الامر ده، لان بتعتبر ان دي خلوه لما اتكلم معها. لا، انا بتكلم وعشان خاطر ما يحصلش فيه خلوه في الاتصال ما بين الراجل والمراه، او اذا كان السؤال لفتوى او استشاره او حتى سلام من واحد لبنت خالته ولا لبنت عمته، سلامات وعاملين ايه وكويسين ولا لا، يكون في حدود وما يكونش في اي تجاوز، ولا يتطرق الى التفصيلات. الله ينور عليك. ولا يقول ولا الشكاوى الكلام. ما ينفعش بيبقى في الشكاوى ولا شيء الاسرار. ويا ريت لو انا اقدر افتح السبيكر زي ما بيقولوا وانا بتكلم ومراتي قاعده عشان تسمع صحيح. وعرف اللي متصله ان انا زوجتي قاعده وبتسمع الان سؤالها. نعم. لتطمئن الزوجه والاخرى، يعني ينكشح عنها شيطانها فلا تتكلم بكلام لا يصح ان تتكلم به. صحيح. الزماله يا شيخ محمد يعني مشكله كبيره جدا، يعني هنلاقي ان معظم الوظائف لابد ان يكون فيها اختلاط، واحنا كلنا بنشتغل يمكن في مجتمع بيسود فيه الاختلاط، ولكن هل ده معناه او مبرر لي ان انا اختلي بها او اتكلم معاها في ادق التفاصيل، او هي تقعد تتكلم معايا في امور لا يجوز ولا يحق لها ان هي تخوض فيها معاه؟ ما هي دي برضو من ضمن السقطات اللي بيقع فيها كلا الطرفين، الرجل والمرأة، ان ممكن يروح هو يقول والله ده انا ما صدقت اني كل اخت افضفض معاها، ده انا باخد رأيها ان هي واحدة ست زي زوجتي عشان تقرالي عقلها واشوف تفكيرها هيقول لي ايه. دي مبررات بنسمعها، خطوات شيطانية. وكذلك هي دي خطوات الشيطان. نعم. زي برصيص الراهب كده ما وقع في الشيطان. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني لم ينهانا عن اتباع الشيطان. نعم. ولم ينهانا عن الزنا، انما نهانا عن اتباع خطوات الشيطان ومقدمات الزنا، وقال ولا تقربوا الزنا. صحيح. ليه؟ لان كل هذه الاشياء فعلا مقدمات. نعم. كلمة فابتسامة فموعد فلقاء فوقاع. صحيح. والله تبارك وتعالى حينما يعني حدث نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن قدوة كل النساء، قال فلا تخضعن بالقول وقرن قولا معروفا. يعني الاختلاط هيقع الاختلاط. صحيح. وكان واقع الاختلاط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان اختلاط في الأسواق في الشوارع مع غض البصر. صحيح. مع الالتزام. حتى الاختلاط كان في المسجد، لكن كانوا تترك للنساء آخر المسجد، يصلوا في آخر المسجد، يخرجوا من باب لوحدهم ويدخلوا من باب لوحدهم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة ينتظر قليلا هو والرجال حتى يعني تنطلق النساء إلى البيوت. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الطريق يقول ليس للنساء حق الطريق، يعني المرأة ما تمشيش في وسط الطريق، بل عليكن بالحواف. صحيح. يعني تمشي على جانب الطريق فلا تختلط بالإبر رجال. هذه كلها يعني سدا لذريعة
الوقوع في الحرام. صحيح. ولما سيدنا عبد الله بن مسعود شاف امرأة رايحة تصلي العشاء فشم منها ريحا أو شم منها بخورا فقال أين تريد يا أمة الله؟ أنت رايحة فين؟ قالت أريد المسجد. قال واستعطرتي؟ قالت نعم. قال اذهبي ارجعي فاغتسلي فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت فمرت بالقوم ليشموا ريحها أو فشموا ريحها فلترجع إلى بيتها ولتغتسل فهي كذا وكذا. حتى وإن أرادت المسجد ليه؟ المرأة لابد أن تخرج تفلة. كل ده من باب الحفاظ على هذه الحرمة. نعم. على هذا الشيء الجميل. المرأة دي جوهرة ثمينة يجب ألا ترخص نفسها. صحيح. لا تضع نفسها موضع التهم. صحيح. لا تختلط بالرجال اختلاطا غير مراد. يعني واحدة بتشتري من واحدة مش مالع تفضل عايزة كذا خد هات وخلاص. بس لكن في الحدود هو ده الأصل. على فكرة هو ده الأصل أن لازم يكون أصلا يعني إن كان حتى موجود في الاختلاط يعني مثلا الرجال يعني, يعني إيه تفلة محمود بقولك. نعم. يعني إيه تفلة يخرجنا تفلات. نعم. يعني لابسين ملابس لا, لا لا تدعو الى تزين. يعني ملابس ليست فيها زينه. المراه تخرج تفله كانها مختفيه لا تظهر ابدا اي نوع من انواع الزينه سواء بضرب القدم سواء بوضع العطر سواء بتزين الملابس. والله تبارك وتعالى يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم. وتوبوا الى الله جميعا. نعم. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. فانا بقول ان حتى لو كان في اختلاط بس لابد ان يكون في عند الراجل وعند المراه الامور اللي بتبدا فيها التفكير في 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 الاخطاء وفي المشاكل. يعني هنقول في المواصلات العام لما بيركب حد في مواصله عام بنلاقي ان الراجل بيقف جنب المراه ولكن مين اللي ممكن ان هو يعرض نفسه او يكون متعمد ان هو يعمل حاجه غلط بما يسمى التحرش وغيره؟ المريض. المريض اللي في قلبه مرض لانه طالع للهدف ده وهي ممكن تكون مضطرة للخروج لـ 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 لأمر معين وغصب عنها بتركب المواصلة دي فاضطرت ان هي تختلط بالرجال. يبقى هل فعلها اللي خطأ ولا صاحب المرض هو اللي خطأ؟ انا اقول ان هو صاحب المرض. نعم. وكذلك المرأة اللي استعترت او خرجت بفتنتها وكامل زينتها وعشان خرجت ممكن تتباهى مع زوجها او هو يتباهى بها. شوفوا مراتي وممكن تكون بنته خلاص على وش جواز ويخرج معاها وهي في كامل الزينة والفتنة وبيتباهى بذلك وفخور بكده. يجي بعد كده اللي يبص لمراته واللي يحاول ان هو يفكر فيها واللي يحاول ان هو مش عارف يعمل ايه. انت السبب اللي انت وقعتها في هذا الجرم. عايز انتقل لنقطة خطيرة جدا يا شيخ محمد. موضوع الشكوك. الشك لو دخل البيت بتنقاد النيران يعني بتتولد تولع البيت. البيت خلاص يبدأ ممكن الشك يجي من مرأة لمرأة لما تكلمها مثلا عن موقف شخصي أو عن فلانة تيجي الزوجة تبدأ تفكر وتقول أيوة طب ما أنا زوجي برضو مش عارفة ليه بيخبي التليفون أصل الـ 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 الكمبيوتر بتاعه عامل له باسورد أصل مش عارف بحس إن هو بياخد جنبه وهو بيتكلم وتبدأ إن هي تولد الشكوك داخل البيت. وكذلك الرجل لما يسمع من غيره أو يسمع عن موقف أو حادثة معينة يجي برضو ممكن يشك في الزوج. الشك ده يا شيخ محمد بداية خراب البيت. لازم يكون في ثقة ما بين الزوجين. إذا كان هو شايف حاجة يتكلم بصراحة وبوضوح من غير تلميح أو إهانة أو من غير أن هو يصرح بالإيه بالاتهام لأنه ممكن يظن فيها ظن السوء ويكون لها ظالما. ولكن لازم إذا حس بشيء يقول ما تعمليش كذا أو بلاش كذا. لما تتكلمي تكلمي قدامي أو هو يقول أو هي تقول له نفس الكلام عشان الشك لو دخل البيت بيكون يعني أنا شايفه مشكلة كبيرة جدا. بيبدأ الزوجة تبدأ تفتش وتبدأ إن هي تعمل مواقف أو حاجات تخلي الزوج يغضب ويبدأ ان هو يعند طب وليه طب وانت مش من حقك ويبدأ النزاع في البيت وتحصل المشكلات وممكن الامر يتسبب في الخيانة اللي هي اصلا مش موجود. بص يا شيخ محمود لما يبدأوا يتكلموا في الموضوع ده بصراحة هو اصل الزواج ان يكون هناك ثقة وصدق. نعم. لابد المرأة تصدق جوزها والرجل يصدق مراته. صحيح. ولابد ان الرجل يثق في مراته وهي تثق فيه. صحيح. لو انتفى الصدق والثقة انتفت الحياة الزوجية. الحياة الزوجية مبنية على كده. هدي مرت واحد
نمرة اتنين، لابد ان يكون الرجل في غاية الوضوح زي ما حضرتك بتقول، نعم، امام المرأة، والمرأة ايضا في غاية الوضوح، نعم، وان يتقوا الله جميعا. فان لم يكن يراها زوجها وان لم تكن تراه زوجته فان الله يراه. نعم، ان الله يراه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا رجل قال يا رسول الله، لسه كنت هذكر الحديث بتاع اللي امرأتي ولدت غلاما اسودا، لا غيره. لا. الحديث الذي جاء الرجل فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم الا يعني ينظر الرجل الى عورة احد، او لا ينظر احد الى عورة احد. فقال ارأيت يا رسول الله ان كان احدنا وحده، يعني انا قاعد لوحدي في البيت وتعريت، هذا ما في شيء؟ قال استحي من الله استحياءك من رجلين عظيمين في قبيلتك. فلابد ان الواحد يكون عنده خشية في قلبه من ربه. اذا لم تكن تراك زوجتك، او اذا لم يكن يراك زوجك، او اذا لم يكن يراك احد من الناس فان الله يراك. ولازم نعود نفسنا على كده، المرأة والرجل يقولوا في نفسهم الله يراني، الله ناظر الي، الله يراني، الله ناظر الي. واثر المعصية دي او الابواب اللي احنا عاملين بنذكر فيها دي اثرها سيء جدا للاسف الشديد. هي مش الاشكالية ان الاسباب دي ممكن تؤدي الى الخيانة الزوجية، الاشكالية الاكبر يا شيخ محمود انها تمرض القلب وتجعل القلب محل غير قابل للايمان، محل غير قابل لخشية الله، محل غير قابل للصلاة، محل غير قابل لطاعة الله تبارك وتعالى. للأسف الشديد المعصية إذا لوثت القلب أصبح هذا القلب يعني مزبلة للشياطين. صحيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أنكر نكرانا شديدا على من مرضت قلوبهم. صحيح. وقال الله تبارك وتعالى في أول آيات في سورة البقرة قال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. أيوة، المرض ده مرض النفاق. نعم صحيح. نعم، وهناك مرض المعصية أيضا إذا ما دخلت القلب، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. نعم. زي عود الحصير كده. نعم. عودا عودا. صحيح. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. نعم صحيح. وأيما قلب كرهها أو رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تسير القلوب إلى قلبين. قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، أو مربدا لا يعرف معروفا ولا ينكر مكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض فيه مثل السراج يوزر. هذه الخطورة في كده. الخطورة مش إن احنا نقول الأسباب دي، احنا بنذكر أسباب زي ما حضرتك قلت، لأن بعض الناس قالوا والله أنا وقعت في الجريمة دي، أو المرأة بتقول أنا وقعت في الجريمة دي عشان خاطر السبب الفلاني. هذه أسباب غير مبررة، غير مبررة. صحيح. للوقوع في الذنب زي ما قلنا، أو تزن الحرة. لكن عايزين نقول إن أخطر من أن هذه الأسباب تؤدي إلى الخيانة الزوجية هو أن تؤدي إلى مرض القلب وعدم تقبله للإيمان والسلام. صحيح صحيح. في نقطة مهمة وخطيرة جدا، ويمكن إحنا تكلمنا في حلقة من الحلقات عنها، ولكن محتاج شيء وضوح. بقول لك معانا ثلاث دقائق. لا ثلاث دقائق يعني الوقت أنا هتكلم يعني لحد ما يرى بسرعة يفصل علينا. نعم. شيخنا، العملية الجنسية التي تكون بين الزوج وزوجه، الجماع، فيه بعض العلاقات اللي بتتم في هذه الامور بالذات بيكون فيها فشل ذريع جدا ما بين الزوجين، لعدم وجود وفاق او مصارحه او عدم وجود اتفاق بينهم مبرم في الموضوع ده بالذات. انا بحب كذا وانت بتحب كذا، اسمع كذا، سمعيني كذا، قول كذا، قولي كذا، والكلام يكون فيه شيء من الوضوح ما بين الزوجين عشان خاطر هي تحب تسمع منه وهو يحب يسمع منها، ويبقى فيه الملاطفه. لان في بعض البيوت بتكون بينهم وبين بعض فشل في هذه المسألة، مما يضطر للزوج ان هو ينظر لهذا الامر من بره، ويضطر للزوجة ان هي تلاقي هذا الامر بعد ما تسمع القصص والحواديت وتشوف الافلام والمسلسلات، تبدأ ان هي تلاقي ان المتعة فعلا مش مع الزوج، مش في الحلال، او هو يلاقي ان المتعة مش مع الزوجة، لا، في ان هو يلاقي الحاجات اللي هو بيطلبها او عايز يسمعها او عايز كذا وكذا وكذا بيلاقيها في غير بيتي. فعشان كده بتكون مشكلة كبيرة جدا. بص يا دكتور محمود، انا شايف ان هذه الاشياء يعني ان كانت سببا يدعيه البعض هو رجع للاطلاع على ما حرم الله. هذا الرجل الذي يطلب من امرأته أشياء، أو المرأة تطلب من زوجها أشياء، ربما اطلعت على ما حرم الله
فجعلهم يشتاقون إلى الحرام أكثر من اشتياقهم للحلال. هذه واحدة. ثانية، أن الرجل لابد أن يتعامل مع المرأة على أنها كتلة حياء. أيوة نعم. لابد أن يحفظ ويحافظ على حيائها ويتدرج معها في حياتها الزوجية والجنسية تدرجا بأيام وسنين زواجه، لا أن يبدأ من أول لحظة ومن أول يوم ومن أول شهر يريد كذا ويريد كذا. والرجل ربما يكون صاحب تجربة متزوج قبل ذلك، أو ربما يكون عنده معلومات، أو ربما يكون اطلع على بعض الكتب في هذا المجال، أو سأل بعض أصدقائه. والمرأة أو البنت تكون غافلة لا تعرف شيء، يعني زي ما يقول إيه، العذراء في خدرها، فلماذا يفتح عليها بابا من أبواب الشر؟ تدرج معها وتأدب معها وخذ بيدها إلى صراط الله المستقيم. والذي حرم على الرجل والمرأة في بيتهم، حاضر، الذي حرم على الرجل والمرأة في بيتهم هو الإتيان في الدبر والإتيان في الحيض. صحيح. ما عدا ذلك هي حلال وهو حلالها، والباب يغلق عليهم والملائكة تتركهم يفعلوا ما يشاءوا، لكن لابد أن يكون هناك نوع من الرضا والتدرج والصبر، ولا ينظر أبدا إلى حرام أو تزني الحرة. نعم. لا يكن بحال من الأحوال أن يكون هناك إنسان مؤمن التجديد ومسلم. التجديد عند الرجل والتجديد عند المرأة في نفسها، في لبسها، في شكلها، في هيئة البيت، في الابتسامة، في الأمور، حتى الطعام والشراب. التجديد مطلوب وبيولد في البيت السعادة اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي بتخلي فعلا جنة الراجل في بيته، ومملكة المرأة هي فعلا الجنة بعيد عن التلفزيون وعن نعم. خارج البيت. ويضبط ذلك كله يا دكتور احنا محمود. لسه الموضوع ما انتهاش. احنا ان شاء الله الحلقه الجايه لسه في بقيه الاسباب، وان شاء الله نكمل الحلقه القادمه. احنا الـ يعني جمله الموضوع كله انما يضبطه يا اخواني ويا اخواتي وجود الدين وتقوى الله تعالى في القلب. نعم. لا يمكن بحال من الاحوال هتمتنع الخيانه الزوجيه من بيوت الناس بمجرد البعد عن هذه الأسباب، فربما تتلاشى كل هذه الأسباب ولا توجد، ويقع المرأة أو تقع المرأة في الزنا. الذي يحفظنا ويحمينا ويريحنا من هذه الخيانة هو مراقبة المولى عز وجل وتقواه والخوف منه سبحانه وتعالى، والعلم أن الموت ربما يأتيني في لحظة المعصية ولحظة ارتكاب هذا الذنب، فاتقوا الله تعالى عباد الله. الوقت انتهى سريعا والموضوع طويل جدا، لا شك أن الموضوع طويل وليس بقصير، لكن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنستكمله بشيء أوضح وأسهل. بس أنا عايز السادة المشاهدين والمشاهدات يتواصلوا معنا حتى ولو عبر الرسائل إلى القناة أو الاتصالات، علشان نزداد معرفة بالوقائع اللي موجودة في المجتمع، ونستطيع أن احنا نلقي بالضوء عليها ونتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة ليس فقط عن الأسباب، بل سنتكلم عن النتائج التي يعني تترتب على هذه الجريمة، ونتكلم أيضا على الوسائل والضوابط والذرائع الشرعية التي تمنع الوصول إلى هذه الجريمة المخزية في الدنيا والآخرة. نشكرك جدا يا دكتور محمود، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك ويسددك يعني لما يحب ويرضى، كما نشكر السادة المشاهدين والمشاهدات على المتابعة وعلى حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون قد يعني وفقنا في أننا عرضنا هذا الأمر بصورة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة من وراء حجاب حتى يعني نغلق هذا الموضوع على خير، وبخير نلقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.